صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ الحمد لله انا بخير. طبعا كالعاده بصحى من النوم الصبح وفي دماغي افكار كتيره قوي قوي قوي، ويمكن لان فتره الصبح هو فتره النشاط بالنسبه لي، ويمكن كنت اتكلمت عنها قبل كده ان احنا كبشر بنختلف من في فترات النشاط. في ناس يبقى نشاطها عالي قوي قوي الصبح، وفي ناس نشاطها يبقى عالي قوي قوي بالليل. كل واحد يشوف يعني يحس بنفسه بجسمه وبطاقته العقلية. والكلمة اللي رنت في دماغي النهاردة كلمة طاقة، وافتكرت مقولة بتتقال Where the mind goes, energy flows. يعني ايه؟ يعني الحاجة اللي بتشد تفكيرنا وبنركز عليها في مخنا هنلاقي طاقتنا بتندفع ليها. الشيء اللي بنهتم بيه أكتر بياخد طاقتنا أكتر، وده بالنسبة للحاجات الإيجابية وبالنسبة للحاجات السلبية. يعني مثلا أقول لكم إكزامبل، صحيت من النوم في يوم وأول حاجة جت قدام عيني بعد ما عملت الروتين اليومي بتاعي وبعد ما قلت أفتح بقى السوشيال ميديا وأشوف، فلقيت حاجة معينة عن إنسان بيضايقني. لقيت كل طاقتي خلال هذا اليوم very very low، مش عارفة أركز، مش عارفة أشتغل، لا في حاجة مش مظبوطة. فآخر اليوم قعدت فكرت كده وقلت ايه اليوم الأوملات ده، على رأي الأفلام الكوميدي، ايه اللي حصل خلى اليوم ينضرب كده، مع ان مفيش حاجة وحشة حصلت. يعني مثلا ما اتخنقتش، ما دخلتش في مشادة، مفيش مثلا خبر سيء قوي جالي او حاجة. ده مجرد ان اسم هذا الشخص او حاجة عنه عبرت طريقي عكننت مزاجي. ساعتها قلت ايه ده؟ ليه يبقى لأي بني آدم في الدنيا السلطة على دماغي؟ خدوا بالكم، مش سلطة عليا، لا ده سلطة على افكاري. وانه بعد ما كنت صاحية من النوم ونشيطة وهكمل يومي، فجأة اليوم انضرب. افتكروا المقولة دي تاني. عايزة ترجمها بالعربي، حيث تذهب افكارنا تذهب طاقتنا. زي ما افكارنا بتروح في حاجة معينة، طاقتنا بتروح وراها. كأن عارفين تيمون وبومبا في افلام الكرتون بتاعت الولاد الصغيرين، بومبا خنزير وقوي، خنزير بري وقوي ومش عارف ايه، بس ما عندوش مخ. تيمون مفروض هو المخ، فتيمون راكب فوق بومبا وهو اللي بيمشي. فافكارنا هي اللي بتقود قوتنا وطاقتنا وجهدنا رايح فين. وده يدخلنا بقى في موضوع تاني، الاولويات. طيب احدد اولوياتي ازاي؟ ما انا لما احدد اولوياتي هقدر اوجه افكاري ان فكري في الاولويات دي. هي دي اولوياتك يا حنان، فكري في الاولويات دي، وبالتالي لما افكر في الاولويات دي طاقتي هتبقى متوجهه ليها. في تمرين كنت عاملاه في وركشوب كنت بقدمها، اسمه اعمده حياتي. تخيلوا كده، حياتنا ده عباره عن مبنى ضخم كبير جميل حلو قوي قوي قوي، والمبنى الجميل الحلو ده له اعمده. لو عمود من الاعمده دي اتشال او اتكسر او اتشرخ حتى، المبنى كله ممكن ينهار، حياتنا كلها ممكن تنهار. فارسموا كده حتى مبنى واعملوا كده اعمده تحت منه، وفكروا ايه الاعمده اللي في حياتكم اللي يتخيلوا حياتكم من غير هذا العمود، حياتكم هيبقى شكلها ايه؟ مثلا على سبيل المثال الصحة، انا بعتقد ان الصحة لازم تكون عمود من اعمدة حياة كل البشر. لو اتشال عمود الصحة
المبنى حصل فيه خلخلة، أسرتي حتى لو أنا مش مبسوط منهم، حتى لو بابا في حاجات بتضايقني، ماما فيها حاجات بتضايقني، جوزي بيعمل حاجات بتضايقني، ولادي مزعجين، مش عارف ايه. تخيلي كده في يوم من الايام انك صحيتي من النوم الصبح ما لقيتيش الناس دول. ويمكن ده تمرين حلو قوي لما واحدة ست بتقول انا عايزة اتطلق، وتفكر كده لو صحيت تاني يوم من النوم الصبح وما لقيتش جوزها في حياتها نهائي، ولا اليوم اللي بعده، ولا اليوم اللي بعده، ولا اليوم اللي بعده. فلما نحاول ان احنا نتخيل حياتنا بدون هذه الأعمدة، هنعرف ونتأكد ايه المهم وايه اللي مش مهم. والمهم هو اللي نركز عليه، وهو اللي نديله الأهمية القصوى في حياتنا. قلت لكم قبل كده ان احنا عندنا ثلاث أنواع من الطاقة: الطاقة الجسدية طبعا، والطاقة العقلية، والطاقة النفسية. الطاقة الجسدية هي الإحساسي بالنشاط، عندي القوة والقدرة ان انا اروح واجي واخرج واركب مواصلات واعمل حاجة معينة والكلام ده كله. الطاقة العقلية هي القدرة الذهنية على ان انا اركز، على ان انا اكتب حاجة، على ان انا احل حاجة، على ان انا افكر في حاجة، على ان انا اتكلم مع الاشخاص اللي حواليا. الطاقة النفسية طبعا دي مدى سلامة منظومة المشاعر اللي انا بحس بيها. لو في يوم الطاقة بتاعتي الجسدية عالية والطاقة العقلية والنفسية عالية، اليوم بيتضرب وبعرفش اعمل حاجة. مش معنى ان انا حاسة بنشاط لكن مخي مهنج ان انا هقدر اعمل حاجة. لو في يوم عندي النشاط وكل حاجة وعندي القدرة شوية على التركيز، لكن نفسيا زعلانة، هبص الاقي قدرتي على التركيز بتقل، وبدل ما انا نشيطة لا بكسل. فمهم قوي ان احنا نوازن هذه الطاقات الثلاثة: الأكل والنوم مهمين قوي 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 لطاقتنا الجسدية وصحتنا بشكل عام. إن أنا ما أشتتش ذهني وتفكيري في حاجات ملهاش لازمة مهمة قوي للطاقة العقلية أو الذهنية. كمان المنبهات والحاجات اللي بنشربها والناس اللي بيشربوا سجاير بيأثر قوي 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 على طاقتهم الذهنية. الطاقة النفسية يقول لك انا ما عنديش طاقة للمناهدة. شفتوا الكلمة اللي هي البلدي اللي بنقولها، ما عنديش طاقة للمناهدة. نشوف علاقاتنا والعلاقات اللي بتشفط طاقتنا وبتمتص طاقتنا وبتبقى فيها لعبكة وخناق وكلام ده، واحاول اشوف ازاي هادير هذه الطاقة. في ناس ما نقدرش نتخلص منهم، يعني مثلا علاقتي بجوزي، علاقتي بحماتي، علاقتي بمديري في الشغل، الناس دول بيمتصوا طاقتي. بس اشوف بقى، طب اعمل ايه؟ ازاي احجم العلاقة مثلا بيني وبينهم؟ ازاي اعرف اللي قدامي عايز ايه فاديهوله عشان يسكت مثلا؟ ازاي ان انا ابقى assertive، ابقى حازمة، لا يعني لا انا مش هعمل كذا، او انت ما تتدخلش في كذا، او انت ما تتدخليش في كذا، عشان احافظ على طاقاتي دي. ليه بقى؟ لان where the mind goes energy flows. لما افكاري تروح في حتة معينة بتمتص طاقتي. طيب لو افكاري راحة في المكان الصح بس ما عنديش طاقة، يبقى فيه خسارة. لو عندي الطاقة بس افكاري بتروح في المكان الغلط، برضو فيه خسارة. النهاردة وانا بختار حتة، انا مش بختار، انا يدوبك بفتح الصفحة وبشوف، لقيت ان انا طلع لي صفحة عن روتين النوم. الشابتر كله، الفصل كله عن النوم بعنوان النوم مش سلطان ده جلاد. وانا بقرأ منين؟ بقرأ من كتابي طفولة بلا زوابع. الحتة دي وانا بقراها قلت واو، دي هتبقى هيلة على الموضوع اللي انا بتكلم عليه النهاردة، لاني بتكلم على روتين النوم وازاي انه مهم قوي 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 في حياتنا، في حياة الاطفال وفي حياة الكبار. ناس كتير قوي بقى عندها اضطرابات في النوم،
بقى عندها مشاكل في النوم. من فترة كده كنت عملت سيرفي على الفيسبوك وسألت الناس يا ترى بتناموا كويس ولا بتناموش كويس وبتناموا كم ساعة، وقعدت خدت البيانات وناس كتير قوي قوي ردت عليا، وكتبته بالعربي وبالانجليزي، فناس ردت عليا بالعربي وفي ناس ردت عليا بالانجليزي من اصحابي اللي هم الاجانب. فلقيت ايه ده، لا انا مش متوهمة، فعلا في مشكلة عندنا في النوم، في ناس بتسهر زيادة عن اللزوم ويصحوا الصبح تعبانين ومش قادرين. سبب من الاسباب ان احنا ما عندناش روتين للنوم. خلوني اقرا لكم انا كتبت ايه عن الموضوع ده. في عهد امي وجدتي وجدت جدتي كان من المألوف الاستماع الى حدوتة قبل النوم، وكانت الامهات المتعلمات يقرأن كتابا لاطفالهن بعد تناول كوب اللبن الدافئ وارتداء بيجامة النوم واطفاء الانوار في الغرفة او في البيت كله. وهذا بالضبط ما يعني مفهوم روتين ما قبل النوم او روتين النوم، وهو ان نحدد اجراءات معينة لها ترتيب محدد نقوم بها مع أطفالنا لتهيئة عقولهم استعدادا للخلود للنوم. ولقد اختفى هذا الروتين في كثير من بيوتنا، وأصبحنا نعاني كبارا وصغارا من اضطرابات النوم، حتى بلغ ابني الكبير عمر 10 تقريبا والصغير 8 كان لنا روتينا معينا، روتين ما قبل النوم مع طفلين أنا وزوجي، حيث يدخل أحدنا أبوهما أو أنا ويقضي مع الولدين وقتا هادئا في إضاءة خافتة، وربما نقرأ معا كتابا أو نتحدث أو نحكي لهم حكاية من عشرات الحكايات التي سمعناها من أمهاتنا أو من أبلة فضيلة. أبلة فضيلة ده كان برنامج بتيجي فيه أبلة فضيلة تحكي قصص وحواديت للأطفال، فطبعا كنا حافظينها فكنا بنقولها لأولادنا. وكنا نتعامل مع روتين ما قبل النوم كطقس أساسي من طقوس اليوم. وللأسف سمعت من بعض الآباء والأمهات عن الشجارات التي ينخرطون فيها مع أبنائهم قبل النوم، صراخ وصخب وشتائم بل وأحيانا الضرب. والاستعداد للنوم يختلف من أسرة لأسرة وربما من طفل لآخر، فالطفل المحب للمرح يفضل اللعب على الخلود للنوم، بيستخسر النوم وربما يظل يلعب إلى أن ينهار من التعب. ولذلك يمكن أن نلعب مع هذه النوعية من الأطفال لعبة معينة وأن نجعلها من روتين النوم، على أن تبدأ الاستعدادات للنوم قبل وقت أطول مثلا ساعة أو ساعتين. فكنت أنبه طفلي الأصغر لميعاد النوم قبل ساعة وأعطيه من هذه الساعة حوالي 45 دقيقة ليلعب قبل أن تبدأ الاستعدادات الفعلية من غسل الأسنان والاستلقاء في السرير وقراءة أحد الكتب. وكذلك كان يطلب عادة لعبة معينة أو ألعاب معه في السرير لينام معه، كان عنده خفاش كده أسود كان بيحب قوي ياخده جنبه ويقول لي هاتي خفافيش عشان أنا بحب ينام جنبي. وهذه الألعاب لم أكن أسمح له باللعب بها أثناء اليوم حتى أجعلها جزءا من روتين النوم. طول النهار مش مسموح له يلعب بالألعاب دي معينة، دي لعب دي ألعاب النوم. في المقابل كانت ابنة أخي ذات طبيعة مختلفة، فقد كانت حساسة تخاف أن تنام بمفردها، وربما يصور لها عقلها بعض التخيلات لوحوش أو كائنات مؤذية. وعندما نامت معي ذات مرة وعرفت عنها هذا الخوف حددت لها روتينا مختلفا، فطلبت منها غلق شباك الغرفة هي بنفسها تساعدني ان احنا نقفله، وفتح اللمبة السهرية التي اسميتها لمبة النوم، ووضعت حولها وسائل ناعمة اكثر من القصيفة حتى تحتضنها ليلا. كذلك شرحت لها ان السور القرآنية التي نقرأها قبل النوم ستشكل كرة حماية حولها وستمنع أي شيء يمكن أن يؤذيها من الوصول إليها. وفي ليلة أصابها الذعر وخافت من أن تأتي وحوش من تحت السرير، فطلبت منها النظر تحت السرير بنفسها لتتأكد من عدم وجود وحوش. كذلك كانت نوعية القصص التي حكيتها لها قبل النوم قصصا ناعمة متفائلة. من الأمور التي لاحظت جدواها كذلك هو الهمس الوشوشة أثناء القيام بروتين النوم. ففي موقف ما
شهدت صراعا بين بنت وأمها قبل موعد النوم، وتعالت الأصوات والصراخ، فطلبت من الأم أن تتوقف عن صراخها وأن تستبدل ذلك بالهمس. وبعد أن رمقتني بنظرات مغزاها، إيه الهبل اللي بتقوله ده، قررت الأم أن تأخذ بنصيحتي فتحدثت همسا للطفلة. في بادئ الأمر صرخت فيها الطفلة: بتقولي إيه؟ أنا مش سامعة. فكررت الأم ما قالته سابقا بنفس الهمس الهادئ، شاورت لها. فهدأت الطفلة وفاوضت أمها في أن تشاهد فيديو واحد فقط ثم تخلد للنوم بعدها. أشرت على الأم أن تحقق لها طلبها. أوكي، في مفاوضات بتحصل. فما كان من الطفلة بعد أن انتهى الفيديو إلا أن أعادت الآيباد للأم وذهبت لسريرها وأغمضت عينيها ونامت هكذا بكل سهولة. ونظرت لي الأم متعجبة. فهذه أول ليلة تذهب البنت للنوم بمفردها، ناهيك عن النوم في موعد مقبول دون صراخ أو بكاء. مع طفلي الأكبر كان الأمر مختلفا قليلا، فابني هذا يحب النظام والترتيب ولا يمل من الروتين، لذلك كان من السهل القيام بروتين النوم معه، وكان من السهل أن أقول له: قدامك ساعة وهيجي معاد نومك، ولم أكن بحاجة إلى تذكيره أن يغسل أسنانه أو أي أمر آخر. وكان التفاوض الحقيقي في تحديد موعد النوم، ولكن ما إن اتفقنا حتى التزم، وطبعا مع اختلاف المراحل العمرية أعدنا التفاوض في موعد النوم هذا. وروتين النوم الذي أتحدث عنه يمكن أن يبدأ من عمر عامين أو أصغر كمان، وبحلول العام الثالث سيكون طفلنا على أتم الاستعداد للامتثال لروتين النوم والذهاب إلى سريره والنوم بمفرده. حتى وإن بدأنا في سن متأخر فالخطوات واحدة، والخطوات اللي هقول لكم عليها دي حتى كمان تنفع لينا إحنا الكبار اللي بنعاني من إن إحنا مش بننام أو مش بننام بدري. الخطوات اللي هقولها لكم دي مهمة قوي. نمنع السكريات والنشويات قبل النوم بساعتين. ما ناكلش أي سكريات ولا أي نشويات قبل ما ننام بساعتين. ليه؟ عشان السكر زيادة في مخنا بيدينا طاقة. طب هننام ازاي؟ ونمنع استخدام الشاشات بمختلف أنواعها تجنبا لضوئها الأزرق المحفز للمخ. الشاشات بتاعتنا السيلفون والآيباد واللابتوب دي بتعمل ما يسمى بالضوء الأزرق. الضوء الأزرق ده بيحفز مخنا وبينشطه فما ننامش. فلازم نمنع الشاشات قبل النوم. عشان كده أنا مثلا لما باجي أنام بحط كتاب ورق جنب مني عشان أقرأ فيه. في الأول كنت بقرأ من السيلفون بتاعي أو من الآيباد، لأن الكتب اللي أنا بقرأها إي بوك. بقيت أقرأ كتب دي بالنهار وخلي كتاب ورقي موجود قبل ما نام أو مجلة. ثم وضع روتين للنوم يناسب شخصية طفلنا. الروتين يعني مجموعة إجراءات معينة. بنغير هدومنا، بنلبس بيجامة النوم، بنلبس قميص النوم، بنطفي الأنوار، بنعمل حاجات معينة قبل النوم. والتحدث همسا بدون صراخ مهمة قوي قوي قوي، لأن لما بنعلي صوتنا بنحط جسمنا في حالة من التوتر، لكن لما بنوشوش ويبقى صوتنا هادي وخافت بنهدي أعصابنا. وإن كنا نتعامل مع عدد من الأطفال الأخوة يمكننا حتى وضع روتين خاص بكل واحد منهم على حدة إن تطلب الأمر. الروتين اللي أنا بقول لكم عليه ده نفذوه أنتم حتى الكبار، هتلاقوا قد إيه انعكاسه على هدوء أعصابكم قبل ما نيجي ننام، وبالتالي بننام مرتاحين. ولما نصحى من النوم بنصحى وعندنا طاقة ومستعدين ان احنا نواجه كل الاعباء اللي موجودة علينا. ارجو ان كلامي النهاردة يكون عجبكم. اللي مهتم يعرف عن الكتاب، البيانات موجودة تحت الفيديو، سواء شراء نسخة ورقية من مصر من الناشر او نسخة الكترونيك من على امازون. ياريت تكتبولي على ايه هي اولويات حياتكم، وحددتوا الاولويات دي ازاي،
ولو كمان عندكم روتين معين بتعملوه قبل ما تناموا، حابة قوي أعرف الروتين بتاعكم، يمكن أنا كمان أستفيد منكم. أشوفكم بكرة إن شاء الله.